دفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة، سؤال ناقشته إحدى القنوات المصرية قبل أن ينتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. رجل دين أثناء استضافته خلال الحلقة أكد أنه لا يجوز دفن الرجال مع النساء في نفس المقبرة حتى لا تقع الفتنة تحت الأرض. عزل النساء عن الرجال في المقابر أثار موجة من التعليقات الساخرة التي ذهبت في اتجاه التمييز والعنصرية بين النساء والرجال حتى بعد الموت. تعليقات أخرى أشارت إلى أن الميت يصبح في آخر المطاف عظاماً وبالتالي لا جدوى من العزل.